بعد أن رجع إلى الشام من العراق وتزوج، عين مدرسا في مدرسة التجهيز مكتب عنبر سابقا، لكن على أثر حادثة في احتفال للمولد النبوي تكلم أحدهم من تلاميذ ميشيل عفلق، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه عبقري، يعني بلا نبوة، يعني بدون اعتبار لنبوته، فما ما ما أطاق أن يصبر عليه، فطلع إلى المنصة وأنزل المتكلم وتكلم بما يليق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده الناس، وصارت يعني مشكلة كبيرة، على أثرها نقل إلى دير الزور. بقي فترة يدرس في دير الزور إلى أن كان يوم عطلة وأراد أن ينزل إلى الشام لعائلته، للقاء عائلته، وكان يوم جمعة، فوجدوا أن صلاة الجمعة قد اقتربت، فاقترحوا أنه نصلي الجمعة ونمشي. لما جاءت صلاة الجمعة جاء له الشيخ حسين السراج يطلب منه أن يخطب الجمعة، وكانت الدنيا تغلي ضد الفرنسيين يعني في ذلك الوقت، والحرب العالمية بدأت، والألمان دخلوا باريس، فقال للشيخ حسين: أخشى أن تطغى بي الحماسة وأقول ما يعني ما لا يلزم. قال له: تكلم بما شئت. فخطب خطبة حمل فيها على الفرنسيين حملة شديدة، وقال أن نعال الألمان وطئت عاصمتهم. فغضب المندوب الفرنسي وأرسلوا إليه سيارة ليعتقلوا، فثار الناس وحالوا بينهم وبين اعتقاله. يقول أنه لما يعني خطب فيهم هذه الخطبة كان يظنهم مثل أهل الشام، يعني يتحمسون فيصيحون ويهتفون وما إلى ذلك، وإذا بهم مثل أهل العراق إذا تحمسوا وغضبوا يكسرون الدنيا، فخرجوا يريدون قتل الفرنسيين بعد أن تحمسوا من خطبته تلك. المهم خرج، استطاع أنه يخرج يعني دون أن يعتقلوا، فأرسلوا له من يعتقله في الطريق، فحال بينهم أيضا وبينه ركاب السيارة الذين يركبون معه، فوصل إلى الشام، وهناك التقى بوزير المعارف فأخبره أن لا عودة له إلى دير الزور. حاول أن يناقشه في ذلك، فقال له يعني أن الحاكم الفرنسي لا يريدك أن ترجع إلى دير الزور.